بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن الديفلوبمنت اوف الفنتريكلز فهي تخرج من الهارت تيوب اللي أصبح الكاردياك لوب له أربع اكسبانشن. شفنا مصير اتنين منهم لما كان الساينس فينوزاس وكان الاتريا أو البريميتيف اتريوم. الآن مصير الاكسبانشن التالت اللي هو كان الفنتركلز خرجت ازاي؟ تخرج الفنتركلز من البريميتيف فنتريكولار اكسبانشن، الاكسبانشن الدايلاتيشنال انلارجمنت اللي كان بيمثل البريميتيف فنتركل عن طريقين اتنين، ويكتمل هذا الفورميشن بظهور تو ستراكشرز هما الانترفنتريكولار سيبتم و بارت من البالباس كورديس. هيحصل له ابزوربشن للفنتريكولر اكسبانشن. طيب اذا عليا دلوقتي ان انا اتكلم على نقطتين اتنين، ظهور الانتر فنتريكولر سيبتم اللي هو النقطة الاولى، والانتر فنتريكولر سيبتم الفورميشن بتاعته بتمر عبر مرحلتين اتنين. المرحلة الاولى هي تكون الماسكولار بارت، لان الانترفنتريكولار سيبتم مكون من جزئين اتنين، الكودال بارت اللي هو يعني مستقبلا هيكون اللور بارت اللي هو البيج بارت اوف ذا انترفنتريكولار سيبتم كان مكون من مصل فبيسموه الماسكولار بارت. البارت الثاني اللي هو الممبرينس بارت، البارت الاول اللي هو الممبرينس بارت اوف ذا انترفنتريكولار سيبتم. القصه بتاعته بتبتدي منين؟ بتبتدي من هذا الجزء اللي هيمثل الابيكس اوف ذا بريميتيف فنتريكل. هذا هو البريميتيف فنتريكل وهذه هي الابيكس بتاعته. البدايه يعني البريمورديوم اوف ذا ماسكولار بارت كانت في هذه المنطقه. ايه اللي حصل فيها؟ حصل في هذه المنطقه ان الميزينكايمال سيلز جت لها اوامر البروليفريشن، يعني تكتر هذه الخلايا في هذه المنطقه. البروليفريشن هيعقبه المرحله اللي اسمها فورميشن اوف سوليد ماس، هتتكون في سوليد ماس بعد البروليفريشن. هذه السوليد ماس هيحصل لها بروجكشن في قلب الكافيتي اوف ذا بريميتيف اتري في قلب اليومن، وبعد هذا البروجكشن هيحصل لها جروينج ان كرانيال دايركشن، هيحصل لها نمو في اتجاه راسي. كرينيال دايركشن يعني مستقبلا يعني هيكون ابر دايركشن. هيمو الماسكولار بارت اللي كان في صوره بروجكشن في كرينيال دايركشن، متجه ناحيه مين؟ متجه ناحيه هذا الاستراكشر. مين الاستراكشر ده؟ ده الاتريو فينتريكولار كاشن اللي اتكلمنا عليه مع الاتريوم والايفي كانال. لكن نمو هذا الماسكولار بارت كان انكمبليت. ازاي؟ الابر ايدج بتاعته اللي كان شكلها كريسنتك ان شيب لها فري ابر كونكيف ايدج، هيحصل لها الريست لحد هذا المكان وتترك فراغ بينها وبين الاتريو فنتريكولار كاشن. هذا الفراغ كان في صوره فورامن اسمه انتر فنتريكولار فورامن. وقف لحد هنا الماسكولار بارت، يبقى حصل له جروينج من عند الايبكس في كفالك او كرينال دايركشن ناحيه الاترو فنتريكولار كاشن، وتوقف تاركا فراغ على الابر ايدج بتاعته بينه وبين الايفي كاشن. هذا الفراغ هو الانتر فنتريكولار سيبتم. هذا الفراغ اللي هو انتر فنتريكولار فورامن، هذا الانتر فنتريكولار فورامن وجوده سمح بالكوميونيكيشن بين الكافيتي اوف ذا فيوتشر رايت اتريوم رايت فنتريكل اند الكافيتي اوف ذا فيوتشر ليفت فنتريكل. اذا علشان يكتمل نمو الانتر فنتريكولار سيبتم لازم هذا الفورامين يتسد. هيتسد بالمرحله الثانيه من تكون الانتر فنتريكولار سيبتم وهي الممبرينس بارت. والممبرينس بارت هيتشكل ويتكون بنفس طريقه تكون الماسكولار بارت اوف ذا انتر فنتريكولار اتريو انتر فنتريكولار سيبتم. ازاي هيتكون؟ ازاي عند الاسبوع السابع
حصلت حاجة غريبة. الشيء الغريب اللي حصل عند الأسبوع السابع إن من هذه المنطقة حصل proliferation of cells، الميزينكايمال سيلز تكاثرت بشكل غير طبيعي. في هذه المنطقة ماذا يوجد؟ يوجد السب اندوكارديال اتروفنتريكولار كاشن، ده المعروف، وكان يوجد من قبل امبريولوجيكالي تو بلبر ريدجز، هنتكلم عليهم بعد شوية. السيلز الميزينكايمال سيلز اللي في هذه المنطقة وعلى رأسها الاندوكارديال كاشن او الاتروفنتريكولار كاشن، ده خلايا كترت فعملت سيل ماس او سوليد ماس. هذه السوليد ماس حصل لها بروجكشن، بس البروجكشن المرة دي هيكون في كودال دايركشن ناحية الابيكس اوف ذا هارت. فوهي ماشية في طريقها ناحية الابيكس اوف ذا هارت هتلتقي مع مين؟ هتعمل ميتنج مع الماسكولار بارت اوف ذا انترفنتريكولار سيستم. هذا الميتنج يعقبه فيوجن، ونتيجة هذا الفيوجن هيحصل كلوجر للانترفنتريكولار فورامين، ويحصل كومبليت فورميشن اوف ذا انترفنتريكولار سيبتم. بالشكل ده يتكون السيبتم بالتو بارتس، بالبيج ماسكولار بارت او نقول بيج ماسكولار كودال بارت، والسمول سيفاليك او كرينيال ممبريناس بارت. ادي كان مصدر الجزء الاول من تكون الفنتريكل اللي هو كان الانترفنتريكولار سيبتم بالتو بارتس بتاعته. طيب الجزء الثاني في تكون التو فنتريكلز هو ابسوربشن بارت من البالباس كورتيس. عاوز بس اقول حاجه صغيره هنا. اثناء الديفلوبمنت او الفورميشن اوف ذا تو فنتريكلز هنجد ان الليفت فنتريكولار تشامبر بتكون مور ذان ذا رايت فنتريكولار تشامبر، يعني البريميتيف فنتريكل راح اكتره في تكون مين؟ في تكون الليفت فنتريكل، وترك جزء صغير للرايت فنتريكل. فالرايت فنتريكل في الحاله ديت هيشعر بشورتج، نقص، يحاول يعمل ايه؟ يحاول يستعيده بانه يستولي على جزء اخر من الهارت تيوب، من الكاردياك لوب الجزء الموجود. احنا كان عندنا اربع اجزاء، الساينس فينوزس راح والاتريوم راح والفنتريكولار والفنتريكل راح، مش باقي غير مين؟ مش باقي غير البالباس كورديس. تعالوا نشوف بقى جزء من البالباس كورديس سيتم الاستيلاء عليه لحساب الرايت فنتريكل. مين هو الجزء ده؟ لو نتذكر مع بعض ان البالباس كورديس كان مكون من ثلاث اجزاء، حصل له ديفرنشيشن لثلاث اجزاء، بروكسيمال بارت وميدل بارت وسيفاليك بارت او ديستال بارت. البروكسيمال بارت اوف ذا بالباس كورديس اللي مباشره يلي البريميتيف فنتريكل، بس يلي من فوق، يعني قاعد كرينيال او سيفاليك للبريميتيف فنتريكل. الجزء ده اللي هو البروكسيمال بارت. الجزء الثاني اللي كان شكل الكون اسمه كونس كورديس، والجزء الثالث اللي اسمه ترانكس ارتريوزس. طيب مين هو الجزء اللي هيستخدم في تعمير وتكوين في الفورميشن اوف ذا رايت فنتريكل؟ هو البروكسيمال بارت. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ اللي هيحصل ان الرايت فنتريكل هيعمل ابزوربشن للبروكسيمال بارت اوف ذا بالباس كورديس، وياخده علشان يستغله في تكوين الانتيريور او معظم الوول اوف ذا رايت فنتريكل اللي فيه ترابيكولي كارني، اللي كان بنسميه الترابيكيوليتد بارت اوف ذا رايت فنتريكل. اذا الترابيكيوليتد بارت اوف ذا رايت فنتريكل هتعود اكثرها لمين؟ للبروكسيمال بارت اوف ذا بالباس كورديس اللي استولى عليه الرايت فنتريكل، واستغل الماده الخام بتاعته في تكوين جسم مين؟ الترابيكيوليتد بارت اوف ذا رايت فنتريكل. طيب ماذا عن بصير البالباس كورديس؟ البالباس كورديس بقيته هيروح فين؟ زي ما قلنا ان البالباس كورديس كان مكون من ثلاث اجزاء، البروكسيمال بارت اللي تم الاستيلاء عليه بمعرفه الرايت فنتريكل
واستغلوا الرايت فينتريكل في تكوين الترابيكوليتد بارت، يبقى ضاع مننا البروكسيمال بارت اوف ذا بالبس كورديس. اتبقى جزئين تانيين اللي هو الميد بارت او الميد بورشن اللي كان اسمه الكونس كورديس، والديستال بورشن اللي هو السفاليك بورشن اللي كان اسمه الترانكس ارتريوزس. من خلال الرسم دي اللي باللون الاسود ده كان البروكسيمال بارت اوف ذا بالبس كورديس اللي تم الاستيلاء عليه لحساب الرايت فينتريكل، وحصل له ابزوربشن بداخل الرايت فينتريكل علشان يكون الترابيكوليتد بارت. اما الجزء الثاني اللي هو الميد بورشن، الميد بورشن هنا اللي انا عامله باللون الايه اللون الوردي ده، الميد بورشن اوف ذا بالبس كورديس سيتم الاستيلاء عليه ايضا، بس المره دي مش بمعرفه الرايت فينتريكل بس، ده بمعرفه الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل لما شاف الرايت فينتريكل استولى على البروكسيمال بارت ولقى طعمه حلو وكون بيه الترابيكوليتد بارت، هيقول للرايت فينتريكل حط ايدي في ايدك وتعالى نستولى على الجزء الاوسط من البالباس كورديس ونستغله لحسابنا. فيتم الاستيلاء على الميد بورشن اوف ذا بالباس كورديس، الميد بورشن اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الكونس كورديس، بواسطة المتآمرين الاثنين او المتآمران الاسنان الكبار اللي هم الليفت فنتركل والرايت فنتركل، هيتحدوا مع بعض ويعملوا وحدة واحدة كده ويستولوا على هذا الجزء من البالباس كورديس اللي هو الميد بورشن اللي كان اسمه الكونس كورديس. طب هيستولوا عليه ويعملوا بيه ايه؟ هيعملوا بيه بداية تكوين البيج فيزلز اللي طالع منهم. مين البيج فيزلز طالع منهم؟ ده طالع من الرايت فينتركل بعد كده البلمونر ترانك، وطالع من الليفت فينتركل بعد كده الاورطة. يستغل هذا الجزء في تكوين بداية الاورطة اللي كان اسمه البيست فيول، وبداية البلمونر ترانك اللي كان اسمه الانفانديبولم. اذا ده كان مصير الجزء الثاني من البالباس كورديس اللي هو الميد بورشن اللي كان اسمه كونس كورديس، اللي تم الاستيلاء عليه بمؤامرة من الليفت فينتركل والرايت فينتركل. اما الجزء الثالث والاخير اللي هو السيفاليك بارت او الديستال بارت اللي كان اسمه ترانكس ارتريوزس، ده اللي كان هيحصل له بعد كده ديفرانشيشن علشان يكون جزء من الاورطة او الاسيننج اورطة انزب المونوترانك، جزء منه هو البروكسيمال بارت، ده هيكون البروكسيمال بارت اللي هو ترانكس ارتريوزس، هيشارك في تكوين البروكسيمال بارت اوف اورتا اند بالمونري ترانك عن طريق تكون سبتم حاجز بينهم. السبتم ده اسمه الاورتيكو بالمونري سبتم. بظهور هذا السبتم سيتم تقسيم الترانكس ارتريوزس اللي هو الديستال بارت اوف ذا بالباس كورديس اللي باللون الاخضر الى جزئين اثنين، جزء سيصبح بدايه الاورطه او الاسيدنج اورطه، والجزء الاخر سيصبح بدايه البالمونري ترانك. تعالوا نشوف مع بعضنا الاورتيكو بالمونري سيبتم. ايه حكايه الاورتيكو بالمونري سيبتم ده؟ هذا عباره عن، تعالوا الاول نقول في الاسبوع الخامس من البريجنانسي هيبتدي يظهر تو سايد ريدجز، تو ريدجز هيظهرهم في قلب الوول، هيظهرهم من الوول اوف ذا ترانكس ارتريوزس اند بالباس كورديس نتيجه البروليفريشن اوف ميزينكايمال سيلز اللي داخله اللي موجوده في قلب الوول. في قلب الجدار ده نفسه في ميزينكايمال سيلز، هيحصل بروليفريشن وتكون سيل ماس، يحصل لها بروجيكشن في صوره ريدج او فولد. هذا الريدج بيسموه ايه؟ في الجزء الاوسط من البالباس كورديس هيسموه بالبر ريدج اللي هو ده، وفي الجزء الاعلى في ترانكس ارتروزس يسموه ترانكر ريدج. التو ريدجز دول هيبتدي يظهرهم في الاسبوع الخامس من البريجنانسي، هيظهروا من الجدار ويمشوا في داخل اليوم، بس لسه ما بيتقابلوش مع بعض، هو تو ريدجز اومت، واحد رايت واحد ليفت. التو لونجيتودينال ريدجز اللي ماشيين دول
الجزء اللي ماشي في ترانكس ارتيوزس اسمه ترانكا ريدج، والجزء اللي في الكونس كورديس اسمه بالبر ريدج. التو ريدجز ديت هيحصل لهم جروينج في كودال دايركشن ناحيه الفنتركل، يعني اللي فوق هيبتدي يعمل جروينج لتحت والتانيه هيبتدي يعمل جروينج لتحت. هذا الجروينج كان ماشي في اتجاه سبايرال كورس. يعني ايه؟ يعني هذه الريدج وهي بتمه دي كانت رايت، هتمشي بعد كده هتمشي بوستيريور وترجع تبقى ليفت، اما الليفت ديت هتمشي انتيريور وترجع تبقى رايت. يعني التو ريدجز دول هيغيروا وضعهم نتيجه ان الجروس بتاعهم كان ماشي في سبايرال كورس، فيصبح الرايت بوستيريور ثم ليفت، ويصبح الليفت ريدج انتيريور ثم تصبح رايت. زي ما احنا شايفين في السكشن ده، ادي الرايت ترانكر ريدج وده الليفت ترانكر ريدج. الرايت هتبقى هنا بوستيريور والليفت هتبقى هنا انتيريور، ويرجعوا يلفوا بعد كده بحيث ان الرايت تبقى ليفت والليفت تبقى رايت. الله، طب وليه في الاساس كده اهو ليه حصل هذا السبايرال جروس اوف ذا ترانكل اند بالبر ريدجز؟ هنعرفها بعد شويه. طيب عند الاسبوع الثامن التو ريدجز اللي هما الترانكل ريدج والبالبر ريدج هيتقابلوا مع بعض ويعملوا كومبليت سيبريشن اوف ذا ترانكس ارتريوزس. بدل ما كانت انبوب واحد هتتحول لانبوبتين اتنين. الانبوبتين دول، الانبوبه اللي في الامام هي هتصبح البلمورال ترانك، والانبوب اللي في الخلف هتصبح الاسينمنج اورطه. طيب بس البلمورال ترانك كان الاول على الرايت سايد، بعد كده بقى انتيريور، ثم يرجع يخش من تحت الاورطه ابوستيريور. ايه سبب العلاقه ديت؟ السبب في كده زي ما احنا شايفين هنا، السبب في كده هيعود الى الدايركشن اوف جروس اللي شفناه في الرسمه اللي فاتت. الدايركشن اوف جروس اوف ذا اورتيكو بالمونري سيجمنت سيبتم اللي هو كان السبايرال جروس. نتيجه هذا السبايرال جروس سيغير كل من الترانكال ريدج والبالمونري الترانكال ريدج والبالبر ريدج الاتجاه والوضع بتاعهم، فيتسببهم في العلاقة المميزة بين كل من البلمونر ترانك والأسندنج أورطة. وأخيرا هيحصل فيوجن لما طبعا يعني إيه التو ريدجز دول بعد ما يحصل الجروس بتاعهم في هذا السبايرال كورس، هيحصل بعد كده فيوجن بين الفري اندز ويعملوا كومبليت سيبريشن اوف ذا ترانكس ارتريوزس، وتتكون الوولز لكل من البلمونر ترانك والاسندنج اورتا. بنفس الطريقه الكاردياك فالفز، الكاردياك فالفز انا عندي اربعه كاردياك فالفز. كاردياك فالفز على ابواب الاورتا والبلمونر ترانك اللي هو البلمونري فالف والاورتيك فالف، وعندي كاردياك فالفز بين الاتريا والفنتريكلز. طيب الكاردياك فالفز اللي هتتكون اللي هي السيميليونر فالفز على ابواب كل من الاورطة والبلمونري هتتكون بطريقة سهلة خالص. هتحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هيحصل عند الاورفيس عند بداية الاورطة والبلمونري ترانك، هيحصل ان الاندوكارديوم او السب اندوكارديوم ميزينكايم هيحصل له بروليفريشن ويكون سوليد ماسز او سوليد سويلينجز. هذه السوليد سويلينجز يحصل لها عمليه تبقى هولو او اكسكافيتد، هتتفرغ او باللغه المصريه الدرجه زي بالظبط ما بنقور المحل، هتتقور وتصبح بدل ما هي كتله صلبه تصبح كتله مجوفه اكسكافيتد. ثم يحصل ريدايركشن للبوزيشن بتاع هذه البلس بحيث ان مع السبايرال كورس فورميشن اوف ذا ترانكال اند بالبر ريدجز اللي هيحصل بالظبط
ان الفالفز بتاعه البالمونري هيصبح 2 انتيريور وواحد بوستيريور، بينما الفالفز اوف ذا اورتيك فالف هيحصل ان واحده انتيريور وتبقى واثنين يبقوا بوستيريور، يعني هيتغير الدايركشن اوف بوزيشن لكل من هذه الفالفز. اما الاتريو فينتريكولار فالفز، الفالفز الفاصله بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل والليفت اتريوم والليفت فينتريكل، هذه الفالفز تتكون ب لوكالايزد بروليفريشن اوف ميزينكايم اراوند ذا اتريو فينتريكولار كانال بالشكل اللي احنا شفناه مع الديفلوبمنت اوف ذا اتريو فينتريكولار كانال، ويتكون الرايت اتريوم الرايت اتريو فينتريكولار فالف بثلاثة كاسبيد او تريكاسبيد، بينما كان الليفت يتكون من تو كاشنز فقط فيصبح له تو فالفز اللي هو الميترال فالفز. نتوقف عند الجزء ده ونكمل الكاردياك انوميليز في المحاضره الجايه.